نظن السيارات الماراثونية التي قام بها السيد رئيس الجمهورية في عدة دول، وتوافد أكبر الشركات وتوافد أكبر صناديق الاستثمار لتلك الدول للجزائر. هناك استقبال من قطاع الصناعة وقطاع الطاقة وقطاع الفلاحة يدخل في هذه الديناميكية الجديدة. واعتقادي أن اليوم القانون جاء بمنظومة فيها استقرار تشريعي عوض القوانين المالية التي كانت تتغير كل سنة، زد على ذلك الحافز استقرار الجانب السياسي في البلد. هذه ثاني شيء، والشيء الأجمل هي التحفيزات الطاقوية الموجودة في 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 البلد والموقع الاستراتيجي للبلد، لأن الجزائر أصبحت كذلك محور للدخول لكل للأسواق الإفريقية. اليوم شركات تبحث أن تكون لها أولا الجزائر لقربها لأوروبا وكذلك وجودها في إفريقيا، مما سيسمح لها لأن تكون أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي إن شاء الله. شكرا على المرافقة للإعلاميين، بارك الله فيكم.